السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في مصر وفي كل دول العالم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله تعالى هقدم لكم درس إن شاء الله على آلة الكولة، درس مقام حجاز. حجاز الله تصوير، حجاز الله من على كولة حسين. قبل كل شيء اشتركوا في القناة، قناة الناي الحزين، ياريت تدعمونا كده إن شاء الله، وكله اشترك عندنا في القناة بإذن الله تعالى، وفعل الجرس ولايكاتكم الجميلة إن شاء الله علشان يصلك مني كل جديد وجديد. نبدأ الدرس بإذن الله تعالى على بركة الله، يا رب تستوعب مني أنا هقول إيه. مقام حجاز الله على كولا بوسلك. الموضوع ده موجه للسادة المبتدئين، علشان دايما بيسألوني إحنا عايزين نعرف يعني إيه مقام الحجاز تصوير على كولا بوسلك، وإيه مقام الحجاز موجود على كولا الحسيني. نبدأ بقى الكولا البوسلك. طيب الحجاز التصوير على كولا بوسلك، ليه موضوع التصوير على كولا بوسلك؟ الراجل دلوقتي المبتدئ دلوقتي خلاص هو اتعلم ينفخ وتعلم يقول كل شيء، بس ممكن دلوقتي يعني ايه يدخل استوديو، الاستوديو طبعا عشان يعني ايه عايز مثلا يقول مقام، هيستلف مثلا مقام زي من الكولا، هنقول مثلا يقول لك ايه انا عايز حجاز الله. دايما حجاز الله او اي حجاز على الكولا اللي انت هتقوله هنا هتقوله على اي كولا، اي كولا نوى بوسلك جهاركا نوى زي ما انت عايز، نفس الاصابع هتتقال على اي كولا تانية، بس من مكانه. منين؟ من مكانه. يعني ايه من مكانه؟ انا مثلا دلوقتي هعمل حجاز الله اهو، ما ينفعش انا اعمل ايه كده، هعمل صبا. انا هنا بعمل نص اللي هو ايه، بطلع الاثنين مع بعض دول اهم، برفع نص الرابع، بعمل اللي هو مكان ايه الثقب الرابع ده اللي هو الدو، مكان الدو يعني بعمل ايه، بخلي الدو دو ديز اهو، وسد بس ادي ايه، ادي شدة نفس بسيطة علشان ايه، لو عملت كده بص هيدينا صبا، لازم اعمل كده بدل مركز انا هنا نص، لا بخليه بحرفة من عندي، بديله سنة ايه هواء من عندي زيادة اللي هي كده، وسد اللي هو ايه اللي هو السيكة اللي احنا بدينا سيكة ايه، سيكة الله بمول، سيكة الله ايه، وسد هنا اللي هو الثقب ايه، الثقب الرابع اسده واعمل نص في الثقب اللي قبل الاخير علشان يديني ايه الحجاز اهو، سهلة ايه، ما ينفعش اعمل كده هيديني صبا، لكن لازم اعمل كده، الاثنين مرفوعين اهم، ممكن انا اسدهم مره واحده اللي هو عند الري اهو، ممكن اعمل كده واسد على الدو بس ايه سنه نفس زياده، تيجي نقول السلم يلا اهو السلم اهو، بعمل نص وانا طالع مش بعمل ما ينقر، هيديني سيكا ما ينفعش، لازم ارفع ايه نص اهو، لا النص اللي هعمله ده هيديني ايه، هيديني سي بمول، لان هيبقى لا ده هيبقى لا سد كده، هيبقى لا قفل، وعملنا نص هيدينا ايه سي بمول نص اهو، هنرفع ده كمان معاه اللي هو الدو، هيبقى دو، قلنا نعمل ده نص، ونرفع الاثنين دول مع بعض هيدينا دو، ونرفع اللي هو ايه الدو مع الري مره واحده تمام اهو، حاجة هنا لازم تعرفها كويس، ارتجال بتاعنا ان احنا نقول ايه الثقب الثاني بيبقى نص، ونرفع مع بعض الثلاث ثقوب، وبعد ما نرفع الثلاث ثقوب نرفع دول مرة واحدة، دول مرة واحدة، واحنا نازلين هنا على الثلاثة ندي نفس زيادة سنة اللي هو ده،
اللي هو مدينة بكار. اه تمام. طيب تاني السلم. اوكي اهو سهل جدا.